المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري لكرة القدم المنعقد صباح اليوم بالمركز الوطني التقني بسيدي موسى. الاجتماع تطرق إلى وضعية أندية الهواة والعراقيل التي تصادفها من البرمجة والملاعب. وفي حديث مع التلفزيون الجزائري، نفى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي توصل هيئته لاتفاق رسمي مع أي مدرب لتولي شؤون العارضة الفنية للمنتخب الوطني، مؤكدا أن الإعلان الرسمي سيكون في غضون الأسبوع القادم. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.